وفي تلك الأثناء كان بطرس جالسا في الدار الخارجية، فتقدمت إليه خادمة وقالت: وأنت كنت مع يسوع الجليلي؟ فأنكر بطرس أمام الجميع وقال: لا أدري ما تقولين. وبعد وقت قصير رآه آخرا فقال: وأنت منهم. ولكن بطرس قال: يا إنسان، ليس أنا. وبعد مضي ساعة تقريبا قال آخر مؤكدا: حقا إن هذا كان معه أيضا، لأنه أيضا من الجليل. فقال بطرس: يا إنسان، لست أدري ما تقول. وفي الحال وهو مازال يتكلم صاح الديكو. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلمة الرب إذ قال له: قبل أن يسيح الديك تكون قد أنكرتني 3 مرات. وانطلق إلى الخارج وبكى بكاء مرا. ولما طلع الصباح عقد رؤساء كهنة وشيوخ الشعب اجتماعا آخر، وتآمروا على يسوع لينزلوا به عقوبة الموت، ثم قيدوه وسقوه فسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا مسلمه أن الحكم عليه قد صدر، ندم ورد 30 قطعة من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقال: قد أخطأت إذ سلمتكم دما بريئا. فأجابوه: ليس من شأننا نحن، بل هو شأنك أنت. فألقى قطع الفضة في الهيكل وانصرف، ثم ذهب وشنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة قطع الفضة وقالوا: هذا المبلغ ثمن دم، فلا يحل لنا إلقاؤه في صندوق الهيكل. وبعد التشاور اشتروا بالمبلغ حقل الفخاري ليكون مقبرة للغرباء.